ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تسببت عواصف وأمطار رعدية ضربت مناطق جبلية متفرقة من إقليم الحوز وبالخصوص منطقة إمليل بخسائر مادية عديدة، وذلك ما أظهرته مقاطع فيديو يوم الأحد. ونزلت كمية مهمة من الأمطار في المنطقة، غمرت مياهها الوديان والشعاب جارفة وراءها أطنانا من الصخور، كما أنها أتت حسب الشهود عيان على الأشجار المثمرة، مما تسبب في قطع الطريق مما جعلها تنعزل عن العالم الخارجي. كما أن عددا من زوار مركز إمليل علقوا بعين المكان، من بينهم سياح مغاربة وأجانب. واستنفرت الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من إقليم الحوز السلطات المحلية والإقليمية، وذلك بعدما أتت السيول على معدات المقاهي وجرفت سيارات المواطنين وقطعت الطرقات بين مناطق مختلفة بإقليم الحوز. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.